أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد
wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Wa kadzalika anzalna ilayka al-kitab. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. صدق الله العظيم.